ما بين الفطرة والاكتساب والرفض الديني والمجتمعي للمثلية الجنسية، خلونا نسمع آراء الناس. المثلية الجنسية، هل هي فطرة عند الإنسان أم سلوك مكتسب؟ فطرة. كيف؟ كيف؟ لأنه هي بتيجي خلقة مع الإنسان، لما يخلق هو هيك بيجي عنده هاي الشغلة، فطرة بالنسبة له، مو شيء مكتسب. بس ببعض الأحيان ممكن تصير مكتسب حسب المكان أو البيئة اللي هو عايش فيها. طيب كيف ممكن تكون مكتسبة؟ حسب البيئة اللي هو عايش فيها. إذا عايش بين مثل قوم لوط بالسابق، فلما كانوا هن إنه وراء العادة وراء عادة، فصارت عندهم شيء مكتسب. في ناس ما كانت عندهم هاي الفطرة فصار شيء مكتسب. طيب يعني البيئة فينا نحكم إنه هي بتأثر؟ أكيد طبعاً. هي هرمونات، ممكن تكون الهرمونات الأنثوية عند الذكر طغي عن الهرمونات الذكرية، أو الأنثى بالعكس، فهاي الشيء هو اللي بسبب هالشيء. هل الأديان والمجتمعات تتقبل المثلية الجنسية؟ لا، ما بتقبلها. طيب كيف فينا نعالج هاي الظاهرة بالمجتمع؟ نرجع للتاريخ. إذا رجعنا للتاريخ لأهالينا القديمة، لجدودنا، ترجع. أما إذا ضلينا على هذا المنوال ما هنرجع. يعني اشرح لي أكثر، شو القصد أنه نرجع للقديم؟ يعني القديم كان في تربية، في توعية، في، أما اليوم الجيل هذا ما في لا تربية ولا توعية، ما حدا متقبل أنه يتوعى كمان. إذا اكتشفتي شخص قريب منك عنده ميول جنسي، كيف ممكن تتقبلي أو ممكن تعالجي هذا الوضع معه؟ بدي شوف شو الأسباب. هي الأسباب خلقة أو الأسباب من وراء عادات وتقاليد أو تربية غلط؟ إذا هي خلقة بدي روح عند دكتور شوف إذا في ممكن أعمل علاج جسدي. إذا هي من ممارسات حياتية أو من معاشرة أصحاب أو شيء، بدي يروح على العلاج النفسي، لأنه هيدا ما حأتقبله أنا إنه يكون عنده هيدا الشيء. هيداك ما فيني ما أتقبله، لأنه من ربه. يعني ممكن أعالجه بطريقة، بشوف شو في عندي طريقة علمية، بس إنه هيدا وضعه. الأديان والمجتمعات ترفض فكرة المثلية الجنسية أم لا؟ هي بالمجتمع العربي ككل مرفوضة، وهو يعني هلأ نحن عم نطلع بمجتمع ميم، تحت اسم مجتمع ميم بالنسبة للمثليين. طالما الظاهرة مرفوضة سواء تحت مسمى الدين أو المجتمع، كيف ممكن تتعالج هاي الظاهرة؟ هلا هي علاجها صعب، لأنه طالما نحن مجتمع عربي مجتمع شرقي، فالأديان يعني والشرائع رفضيتها ككل. بس يعني منحس انه يعني اذا المجتمع بده يتقبلها بده وقت كتير كبير، ويمكن ما يتقبلها. يعني هيدا رأيي الخاص، انه كان مجتمع عربي ما رح يتقبل هيدي الفكرة. شخص عنده ميول جنسي، بس هذا الشخص انه هو قريب منك، تتقبل ام لا؟ لا، لأنه هو شيء عكس الطبيعة الإنسانية بشكل عام يعني. وأكيد إذا كان في هالقصة هاي، فأكيد هو فيه مشكلة، يعني يا إنه بتربيته يا إنه بتوعيته، فمو شيء سليم نحن متربيين عليه وماشيين عليه طول حياتنا. المثلية الجنسية إذا كانت ظاهرة مرفوضة كمجتمع وكدين، تتعالج أو لا؟ وإذا هي الظاهرة مرفوضة أساساً أو لا؟ هلا هي الشغلة مرفوضة إذا كانت مو مرض وما حدا تعالج بهذا الوقت، لأنه هي انتشرت انتشار كبير. ومن ناحيتي أنا مرفوضة كتير إذا كانت مو مرض، لأنه هي في منها تجي مرض، هي مو مرض. طيب بما إنه هي فكرة مرفوضة، على فرض إنه هي فكرة مرفوضة بالمجتمع، كيف ممكن كمجتمع يعالجها؟ صراحة ما عندي فكرة غير القتل. القتل؟ لأنه ما عاد حدا يحسن يسيطر عليها، وخصيصا بهي الأدنى. يا
المثلية الجنسية هل هي مرفوضة دينيا واجتماعيا؟ لا. كيف يعني؟ ممكن تشرح؟ أنا مرفوضة. ممكن تعطيني أمثلة أو تعطيني حالات؟ هلا ما بعرف بالضبط حالات، بس أنا قارية عن هذا الشيء وبالدين يعني، بس هي ما أنا مرفوضة. طيب إذا المجتمع رفضها لهي الفكرة كيف ممكن نعالجها؟ هلا سبل التوعية بالضبط ما بعرف شو هي، بس إنه لازم تصير حملات لهدول الناس، يعني هن ما نون أنقص من شيء بالنهاية.